يعني عندي بتله، انا عندي في الفريزر، انا جبتها سلقتها اللي انتوا عايزينها تكون مسلوقه هي والجزر. عندي بطاطس، بصل، مكعب مرق، ثوم، عصير طماطم، شويه صلصه. ايه الطبيخ بتاعنا العادي خالص مع ايه؟ مع الرز. بس اهم حاجه ان انا هنا هحط البطاطس تبقى شكلها حلو كده وبتخلي يعني الصينيه تحفه، انها تكون محمره. بقولك ازاي يعني، في مرات بنعملها من غير ما نحمرها، بنخليها ايه مكعبات كده في وسط الرز، تبقى برضو لذة جدا، تبقى كده ايه زي كانك حاطه بطاطس مطبوخه في وسط الرز. بس انا لما جربت البطاطس المحمره لقيتها احلى، ولقيت الاقبال عليها اكتر، لان يعني ايه يعني قبل كده عادي الاصليه بتاعتنا اصلا ان انا ما احمرهاش، يعني احنا اصلا في الاصل ما بنحمرهاش. كان في الارياف بيعملوها ازاي؟ بيعملوها بالطريقه دي، ان هي بيحطوا كل الخضار على بعض دخلوا الفرن. مش في بس يعني مش كل البلاد، مش كل يعني دي حاجه كده بيعملوها ساعه ما يكون في عندهم عمال كتير وبيلموا زرع او بيعملوا حاجه في الارض يعني، فيبداوا يعملوا لهم الاكلات دي. الاكلات بتدي طاقه، وكمان هنا في مصر بقى يعملوها يوم التنفيض، يعني معاهم بقى يوم الشغل كلها متنقله معاهم. فطبعا اصحاب الاكل دي هيبقوا عارفينها كويس جدا. طبعا جربتها معاكم وقالوا لي عليها، جربتها وكانت جميله جدا جدا جدا. بيعملوها في حله او بيعملوها في صواني، في كده وفي كده. فانا بقى ما جربتها محمره، كانت عجبتني قوي، حسيت ان هي ايه طبعا دي حلوه ودي حلوه، بس انا عجبتني اكتر بس المحمره. قلت لازم اعملها لكم. احنا بنجيب بطاطسايه او اتنين حسب كميه الاكل اللي انتوا عايزينها، يعني البطاطسايه بترمي كتير قوي، واقطعها مكعبات صغيره. انا هنا مش حاطه فيها لحوم، انت حابه تحطي فيها مثلا لحمه معصجه حطي، بس هتغير طعمها، خلي بالك ليها طعم تاني ايه غير الطريقه دي، بس فيها البروتين اللي انتوا عايزينه. حابه تحطي قطع فراخ صغنونه كده وتروحي مشوحاهم ببصل وحطاها في وسطيها، برده حلوه جدا دي، بقى احلى يعني، الفراخ هتبقى احلى من اللحم معصجه. بسم الله بسم الله. شوية عصير طماطم أو معلقة صلصة، نقول كده حلو. وعليه كوباية من الخضار المسلوق، ده مسلوق مش عايز حاجة. وهنا مكعب المرق هحطه هنا، اغطي عشان ايه ما يتبخرش الميه اللي فيها كتير، يعني مش عايزاها معمره، مش زي الرز المعمر ببقى حاطه له بزياده، لا ده انا حاطه كده على القد اهو. وادخلها الفرن بقى ايه تعيش حياتها جوه على نار عاديه.